السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عبد الله الحسن اي كي بيكلز مع محمد صوله. وهذا الفيديو راح يكون الجزء الثاني من توتوريال، تقدر تقول توتوريال عن هارثستون. اذا تبون تشوفون البارت 1 راح يكون موجود بارت 1، وهذا هو البارت 2 راح نلعب فيه الاونلاين. اي الحين اللعب الصجي، اللعب الصجي مع نلعب مع البشر ان شاء الله. ان شاء الله ما يخورها محمد. يلا يستر ان شاء الله نفوز. يعني احنا نبني مع شويه بوينتس عشان نقدر نشتري لنا ديك او شيء، نفتح لنا باك نحصل لنا شويه كروت. فان شاء الله نبلش الحين ونشوف. والجزء الاول كان عن توتوريال، لعبنا فيه براكتس جيم، فاللي حاب يروح يشوفه موجود، واللي عارف اللعبه يبي يشوف لعبه اونلاين يكمل الفيديو هذا. اي وتذكر هذه طبعا البيتا، فالكل يقدر ينزلها، اللي ما نزلها يروح ينزلها ويجربها، مو خسران. اللعبه وايد حلوه، متعوب عليها يعني، مو من بليزر، فنزلوها واستفيدوا من الوقت هذا قبل لا تصير بفلوس ولازم تشترونها تصير اونلاين. يعطيكم العافيه، الحين خلينا نبلش الفيديو. يلا نبلش، خلينا نجرب عشان نحصل خمسه ونروح نشتري. يعني واثق العبود؟ اي واثق فيك انا. واثق فيني. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا الرانك هني اكشر زين، مو شيء سهل يعني، اللي ضدك نفس ما انا سويت كومبو عندهم وايد كومبوز. فانت لو انك توصل لاخر شيء ما تدري هو شنو راح يسوي. يعني ممكن تنتهي الجيم باي وقت. حلو، طالك ورثي اوبوننت. اي ورثي اوبوننت هانتر رحت فيها. اي هانتر عاد رش راح تشوفه الحين كله دامج 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 ينزلك، يعني ما يخليك توصل حق الانجيم. يعني هذا رقم واحد، انت راح تلعب اول واحد. اي انا اول واحد. وعندك كرت واحد كرتين يعني ثلاثة. اي معقولين يعني نقدر نلعبهم. معقولين الكروت. هو الظاهر شوي النت مو مساعدنا وايد، لان شوي في ديلي على هذا. اي وهذه شغله انا قاعد اشوفها حلوه كلعبة كروت، ما تعتمد على النت زيادة على اللزوم، نفس نفس World of Warcraft، نفس العاب الثانية ستار وورز. ما في مثلا والله ان في عندك لاج ولا شيء ولا هذا، لا ما في عادي. حلو. واللعبة هذه على حسب معلوماتي انه لما تنزل راح لما يصير اصدارها الاوفيشال راح تنزل على التابلتس والتليفونات. غير الكمبيوتر والايبادز يعني الموبايل ديفايسز. هو التارجت الاساسي مال الجيم، فراح تكون وايد وايد حلوه. اي كموبايل لعبه شفت الكورس على شفت وايد وايد على الايباد. اي وايد زينه على الايباد. فالحين هو نزل نفس الكرت هذا اللي اذا مات يسحب الكرت. يسحب الكرت. اذا ليش انت الار مالك ذهبي؟ هذا يبقى نوع من الكروت، في كروت تجمعهم عاديين اللي هم كذي اللي هو سوبر مادي، في كروت يطلعوا لك سبيشال نفس هذا انيميتد، يطلع لك اطار ذهبي وكذي واللي داخله يتحرك. حلو. زين مو ثابت، تشوفون هذول ثابت. في منهم تو فيرجنز، فانت وحظك. بس ما يفرق باللعب صح؟ لا لا ما يفرق. بس شكل كلهم بس شكل. زين طبعا احنا نركز على الكروت اللي خلينا نسحب زين، علشان هو ما يحصل له كرت طبعا يذبحه. خليه هو يذبحك. لا لان عنده مع الوقت يعني عنده اللي هو التونت. فغصبا عليه يطق التونت. هذا نفس كروتك. اي لاقيني هذا. ما عليه بس انت تقول متفائل صح؟ لازم زين. انت الحين تقدر بلعبك على اليسار طق اللاعب على اليمين صح؟ زين عشان تذبح نفسك وتاخذ كرت وهم دمج عليه. لا ليش؟ يعني اقدر استفيد منه لانه هو هيلثه واحد، ممكن يموت باي وقت، فاسوي فيه دامج كثر ما اقدر. زين الحين عندنا خمسه. اوكي انا اقول احط ارمر احسن، تبي سيف يعني. تبي سيف؟ والله هانتر يعني. زين شنو ميزه الكاست مال الهانتر هذا اللي تاخذ اثنين امانه؟ هذه الابيلتي مالته انه يسوي دامج علي على الهيرو اثنين بس الهيرو. ما يقدر ينقي. اي مو اللي على البورد. هاي ميزتها بس. وفي شغلات هم شفتها انا انه تقدر تعبث بالمرحله. اي اوكي هم مسوين ميني جيمز على ما الحبيب يختار ويلعب، اذا ما تبي تركز وياه تقدر تلعب الميني جيمز اللي هذول في الزاويه. تقعد تحذف عليه صخر. اي تقعد تحذف عليه صخر.
ثلاثة خمسة. كنا بلش الحبيب ف يعني عادي عادي يستلم منه. فانت الحين اهم شيء تنزل تونت عشان ما يطق الهيرو مالك. اي وفي مرات لا والله ابي يطق الهيرو علشان يسوي تريجر حق الارمر مالي. اها. لان اذا استخدم هذه راح يسوي لي دامج على طول. بس ابي شغل الارمر مالي. يعني انا ناطر الحين يسوي اتاك. بس هو ما يدري شنو اللي انت حاطه. اي ما يدري. هو طالع العلامة استفهام ما يدري شنو هي. هل هي سبل؟ هل هي؟ قاعد يبفر. اي شوف مزهر مزهر ها. قاعد يطق اذا ما صار تو طقك انت مو ما صار. شوف انصدم الحين مثلا 8 ارمر فالبف مالته ما نفعت بس جابت 3 يعني جابت 5 دامج أيه. وعندي هم 3 ارمر بس تو طقك بالسهم ماله وما أيه. سوى تريجر حق ال اي لا لا شاف اللي تحطه اذا شوف عندي كامبو بسيط بوريك اياه شفت هذا فريز اول اوكي انميز اي اقدر العبه الحين اوقف كل الانميز ثلاثة حلو حلو وعندك عندي كرت عندي كرت انتحاري أوفر. إن بداية دوري أنا ينظف البورد إنه آه. يفجر كل اللي بالبورد حلو إذا بس هل تسوى الحين على الكروت اللي هو حاطه إيه أنا قلت لك إن الكروت ملوتي اللي مسويهم هي إند جيم أي فأنا من صالحي إن أكمل يعني لآخر الجيم أما هو يبي يذبحني قبل يعني أوصل أيه. الحين بشوف إيش نبي نتصرف عندك استخدم الأبلتي ممكن ليش طق الهير اللي فوق لان هذول راح يموتون دور الجاي اتوقع ممكن لانه هو عنده ممكن عنده سايلنس سبل ممكن يحطها على هذا آه يقدر يسوي له سايلنس يقدر يكنسل يقدر يكنسل فهم الواحد ممكن ياخذ احتياطا انه يذبح واحد من المينيونز كذي علشان ما يله دامج وهم عنده كروت وايد اي تارسيده هو مزهب لي ما ادري ايش مزهب لان الحين وصل تقريبا الماكسيموم عنده 9 اذا سحب بعد واحده يمكن يطلع له 10 سواله ثالث اي شوف لغى الكومبو يعني فيها وايد افكار هذا الحلو بالجيم انها هي مفتوحه كل واحد يقدر يركب الطريقه اللي يبيها ما عندك كرت ثاني من هذا ولا بس هذا الوحيد ما عندي الوحيد ف توهقت انا كذي توهقت اي متروس البورد كله دامج طبعا انا راح انقي اللي هم الهاير دامج هذا ثلاثة وهذا اثنين عندنا هذا زين اوكي لازم نذبح هذا لازم هو راينو اي راينو خلص وبعدين اسوي حق نفسي شيل حلو تون طبعا هذا صار ما منه فايده اي هيلث من غير اتاك فعلى الفاضي كذي انزين عندك كرت تخليه تانك؟ اي ممكن في كروت تسوي لك تانك بس ما عندي بالكومبينيشن مالي يعني بالكروت مالوتي ما حطيت مع انه وايد ينفع اي كهذا 7 يعني يعتبر اي بس الحين ما منه فايده شي شكل ما تقدر تسوي فيه اتاك ولا شيء وفي كروت تعطي اتاك اي في كروت تعطي في بافس وايد بافس فهذا الحلو في الجيم انه هي وايد تعطيك اوبشنز انا لازم اسحب كروت لان اللي عندي ما يسوون شيء اوكي دروت وكاز بعد اي بسحب بس كروت هالدور لان اشوى البورد فاضي ما في شيء فبس بسحب كروت ما راح اسوي شيء ما ادري شنو السيكرت ماله اوكي تم اثنين حق الكل اي حق الكل فهو سوى كلير حق البورد مالي يعني رد علي يعني. انزين الحين انا اللي اعرفه الهانتر يعني انا شايف كم جيم حق الهانتر انه هو ينزل وايد كروت هذا يجمع اي هذا لا هو يقدر يخلص الجيم بدورين ستيلث؟ اي يقدر يخلص الجيم بدورين اوكي انا قاعد احكي عن كرت عنده كرت هذا ستيلث ما اقدر اطقه لين هو يبلش الاتاك الميزه مالته الطريقه الوحيده اللي تقدر تحوشه فيها اللي هو السبيلز اللي تسوي حق كل البورد ايوي اي ايوي دامج صح اوكي الحين عندك هذا تشارج معناته لما تنزل تقدر تلعب على طول اي اقدر العب على طول ف اي يلا خلنا ناذي فيه شوي لانه هو شكله مترف اي
شنو عندي بعد؟ ما عندي شيء. عندك الفايرو. اي ما كل الابلتي مالتي. اذا ما تبي تنزل شيء ثاني يعني. بس هو شكله خاش شيء ترى مو شو اسمه مو سهل. ايه انت عندك ايسلانس بس تبي فريز، عندك كارت فريز؟ اي عندي الفريز وعندي الايسلانس. بس انا ناطر انزل شوي الهيلث ماله. يعني علشان اقدر اخلص الجيم بسرعه. انا هو الحين شوف. اوكي الحين راح عند الاستاذ وقام يطق. صار عادي، صار منين عادي. يطق خمسه وترى مو شويه. ايه ادري والله. انزين لازم اشغل الارما مالي على الاقل وخلنا نسوي كل مره حق الحبيب عشان ما يطقنا. خمسه دامج. شنو عندي بعد؟ حاليا بس كذي ما يخالف. راح اخذ اربع دامج بس. راح تزيد ارمر؟ اي بس ان شاء الله نفوز يعني علشان نحصل شويه فلوس. نوريك شويه باكس نبطلهم. ايه يمكن يطلع لنا ليجندريز ما تدري. ايه على حظه يمكن على تسجيل. شوف طقك بالخروف. اي والله هذا ما يستاهل. يذلني ها. انا معطيه اياه وهم شو اسمه. ثمز تو هاينز. اي هذا اذا مات يطلعون بداله اثنين. ومو شويه 6 5. فاقول لك انه في كومبوز يعني صعبين صعبين. ما تدري هو شنو راح يسوي لك. ايه اذا تار سيدا كروت ما تدري شنو بيسوي. يعني عادي الدور اللي جاي خلص الجيم. نفس بساعة ما سويت بالوارير بساعة. ايه whenever you cast a spell you draw a card صح؟ زين انا لازم احصن نفسي شوية. ايه لازم. عندي هذه السبل. هذا السبل اذا انا خلص الهيلث مالي ومت يعطيني بعد دور. بونس يعني. اه اوكي. فاحتياط. انزين هل له عدد من الادوار انه يظل هذا ولا يظل لما تصير؟ اللي هو السكرت؟ اي لا يتم على طول. يتم على طول. الا اذا واحد يعني اذا الهيرو سوى له ديسبل اللي هو ضدي. يصير اسوي له ديسبل. اي يصير اي. الحين في مشكله هذا اذا ذبحته راح يطلعون منه اثنين. خلنا نخلص هذا. هذا الاربعه زين والهاينز كم يطقون؟ مكتوب هني سوي اثنين اثنين. اي فهم اربعه يعني. احسن من سته. اللي هو يعني ممكن انه هو يطلع اثنين اثنين ويسوي لهم باف فيطلع لك. يعطيهم بلس 2 ولا شيء فما تدري انت ايش يصير. بس للحين ما ادري شنو ينطر هو يعني مو قاعد يسوي شيء. ما ادري ايش قاعد يسوي. يعني هذاك 14 ممكن مع ان الرانكينج ماله احسن مني. 15 وانا 16. يعني هل الرانك هذا الواحد يفرق وايد يعني؟ يفرق. طبعا انا كلش الحين شوف سبعه. وللحين هذا موجود اللي ما منه فايده مالك. من اول جيم. شوف شلون هو المفروض انه مخلص الجيم انا وصل صفر. بس هذا يعطيني بعد دور. يعطيك بعد دور ويظل هذك اثنين ولا اثنين طبعا انا الحين ما اقدر اذبحها طبعا. الكامبو اللي عندي ما يذبحه ولا اقدر اذبح اللي عنده فخلاص جي جي يعني صار. اذا خرعه ايش طقت لك بالذبحه يصير؟ شوف في لما تسوي رايت كليك على الهيرو في مثل ايموتك. اوكي فخلنا خرعه شويه. يمكن يخاف ويطلع. تهجى؟ يجوز يجوز. لان المره الجايه اذا سوى بس الاتاك بالابيلتي ماله انا اموت. فنفس الشيء. وبسوي له الكومبو مالت الفريز. المشكلة انت ما عندك تونت عشان ما يطق شوف. اي ماكو فايدة. كم راح يصير؟ اثنين يبقى على هيلث واحد. يعني لو عندي انا واحد انزين. قول ويل بلاي. اي يعني كنا خلاص بيموت. خلاص اطلع. لا ما يطلع. لو عندي انا كرت اللعب كان خرعت. لحظه انزل تحت. ليش ما نزلت هذا؟ لا هم
كروت ما راح لا راح يصير خمسة ما اقدر ايش اسمه ما يكفينا العب الكمبو يعني عرفت لا اي فعلى واحد حرام الناس اخرنا وما طلع هو حسابي ما ما نجحت الخطة اي لا لا بس اقول لك ما طلعت له الكروت اللي يبيها يعني كان اللعب بارد و عيب 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 صراحة عيب اي بالخروف يو فهذا الاونلاين بلاي انت كل ما تخسر تخسر نجمة من الرانك مالك وتنزل او العكس كل ما تحصل نجوم تصعد تصير من 16 ل 15 اها تصعد الرانك مالك فانت كان باقي لك لو فايز الجيم هذا كان صاير انت 15 اي كان صاير 15 الحين كان صرت مثله فعاش على هيلث واحد هو والله قريبة قريبة اي قريبة انا كنت انظر كروت ما طلعت لي وهو نفس الشيء فهذا الاونلاين بلاي وخلنا ان شاء الله اذا على الفيديو الجاي بس انا نشغل الارينا نقدر نبين شلون طريقه الارينا حلو حلو خلاص هذه باختصار لعبه هارثستون موجوده الحين الكل يقدر ينزلها ويلعبها ما ادري اذا في شيء بعد ما شرحناه احنا او شيء اتوقع شرحنا اللي قدرنا نشرحه وانا ما قصرت اتوقع الاسئله بقى بس الارينا فان شاء الله على الفيديو ثاني الفيديو الجاي نحط جيم ارينا شلون صاير شلون تنقل الكروت شلون يطلعون الكروت ويعطيكم العافيه على المتابعه واذا في اي شيء اي سؤال حابين تسالونه حطوا بالكومنتات تحت زين نسينا شغله بسيطه شنو ان الجيم ترى تقدر تلعبها مع الفرند ليست مالتك نفسها مالت الباتل نت حق اي واحد اذا نزل لعبه تسوي له تشالنج وتلعب معه اونلاين يعني مو شرط انك تلعب مع ناس ما تعرفهم تلعب مع ربعك تلعب مع هذا وهم تخلص معاهم الكوست يعني اذا عندك خلينا نقول تنقل لك اي كلاس معين اللي هو عندك في كويست من هني مثلا عندك هني اللي هو اي واحد من هذول الديلي اي شيء من الديلي كويست اذا هو وارير بالادن اي احد لازم تفوز فيه بالجيم زين فتقدر تقول حق صاحبك خسر نفسك وخلني افوز عشان بس اسوي الكويست هذا اي تسوي تشيت اي عرفت فتحصل البوينتس وتقدر تشتري الكروت والى اخره حلو يعطيكم العافية على المتابعة مرة ثانية ولا تنسون تسوون سبسكرايب كومنت ولايك حق الفيديو ويعطيكم العافية وكان معاكم محمد صولة وعبد الله حسن AKA Pickles حياكم الله إذا تبون أي شيء قولوا لنا بالكومنت وممكن نسوي لكم فيديوز على الكومنت اللي أنتم تكتبونها إذا تبون تعرفون كومبوز أو شيء ونشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات الثانية يعطيكم العافية يعطيكم العافية